حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ محمد منير الكاتب والصحفي. سيد محمد، كيف تبعت إعلان البرلمان تجهيز قائمة جديدة بأسماء مواقع إلكترونية تمهيدا لحجبها؟ والله إذا كانت مواقع بورنو أو مواقع النصب والدجل بتاعت مش عارف أم إيه المغربية والبتاع، أنا موافق، بس أنا مش عارف هي المواقع اللي هتتحجب إيه بالظبط. توقعاتك أنت إيه؟ أنا ليس لدي توقعات، أنا فقط أسأل. ما أنا إذا كانت مواقع يعني بص، يعني هذا طبعا كلنا متوقعين أن هو هتحجب المواقع السياسية المعارضة، لكن يعني هو مبدا التدخل لحمايه المجتمع مبدا مش مرفوض، ولكن ان يستخدم هذا المبدا لحمايه النظام من المجتمع وللجرأة على حق المجتمع، هذا هو المرفوض. الامر متوقف على ان يكون لدينا قائمه بطبيعه المواقع التي سيتم حجبها، ده اللي هيقدر يحدد احنا هيبقى موقفنا ايه. لكن حقيقة الأمر هو من المتوقع، أنا اللي بقول لك دلوقتي، من المتوقع أن الحجب سينال من المواقع المعارضة للنظام الحاكم والمعارضة للسلطة. طيب، رئيس لجنة الاتصالات سيد محمد وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان يقول أن هذه المواقع تحرض محدودي الدخل تحديدا بين قوسين على الدولة وتحاول بث الإحباط والترويج للسلبيات، كيف تعلق؟ يعني انا مش عارف، يعني احنا برضه قصاد حاله غريبه جدا، ان البرلمان مش بيغض البصر عن دوره الحقيقي في ان هو يناقش مشكلات البلاد ويضع مشاريع ويناقش بعض الامور التشريعيه، ويتحول الى اداه قامعه في ايد السلطه التنفيذيه والسلطه الحاكمه. يعني ما يقوله النهارده رئيس بتاع الاتصالات في البرلمان وما يفعله أعضاء البرلمان إن هم بينفذوا تعليمات الأمن في محاولة إصباغ شرعية على أدوات البطش أو إجراءات بطشة بيستهدفها هذا النظام، وهذا دور غريب جدا على أعضاء البرلمان، وليس دور البرلمان وليس دور البرلمانيين. يعني في أي إطار يمكن أن نفهم موقف نقابة الصحفيين مما يجري الآن؟ يعني أنا قلت الكلام ده كتير، نقابة الصحفيين حاجتين، الجمعية العمومية للصحفيين وهي حالها من حال الشعب المصري، تعاني من قمع وضغط ومطاردات واضطهادات، وبتحاول، ما زال هناك كتير جدا محاولات الصحفيين للصمود قصاد، بدليل ان في منهم كمان كتير، يعني كل فتره يتقبض على حد من الصحفيين. واما مجلس نقابه الصحفيين فهو مثل كل التشكيلات النقابيه اللي استطاع هذا النظام ان يضع يده عليها ويسيطر عليها. فالامر مرتبط تماما بالجمعيه العموميه، وموقف الجمعيه العموميه مرتبط بتغير ظروف الشعب المصري. شكرا جزيلا لك سيد محمد منير الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر سكايب.